اكيد الاهلي وبيراميدز فرقتين عديت عليهم. الاهلي وبيراميدز النهارده المباراه، رايك ايه في المباراه بالشكل عام وبعد كده نتكلم؟ يعني طبعا المباراه في رايي من حيث الجوانب الفنيه كمباراه هي مباراه متوسطه المستوى. النهارده الاهلي متوسطه دي بمنطق التجميل عشان ما نقولش انها قليله، ولا هي يعني بمنطق الاهداف كل فريق في 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 المباراه، وهو كل مدرب كان بيتعامل ازاي مع المباراه والاثاره اللي كانت موجوده في المباراه. وانا بتفرج على المباراه يعني بتشد ما بتشدش ساعات صح. يعني انما المباراه كانت نمطيه بشكل كبير في معظم اوقاتها، ما حسيتش انها كمان مباراه كاس. أيوة. حاسس انها مباراه في الدوري يعني. ايوه الأهلي المنظم المنضبط، نقدر نقول أنه بتنظيمه وانضباطه وأهدافه الواضحة خلال المباراة كسب بيراميدز الفريق الكبير في الاسم فاقد الشخصية والهوية والأهداف النهاردة. ده ممكن يكون عنوان للمباراة. هايل للخلاصة. يعني نقدر نقول الأهلي صاحب الخبرات الواضحة، كسب بيراميدز صاحب الخبرات الغير واضحة، لان بيراميدز يمتلك لعيبه عندها خبرات وكسبت بطولات، ولكن ده ما كانش مترجم في المباراه. الاهلي عنده لعيبه كتير عندها خبرات، وبرده عنده لعيبه كتير ما عندهاش خبرات في الملعب النهارده، ولكن تحس ان هي منظومه الخبرات كلها كانت راكبه على بعض. الاهلي لعب بتحفظ، احترم بيراميدز بشكل كبير. طريقه اللعب النهارده كانت ثابته وواضحه من بدايه المباراه، ولكن الجميل في المباراه النهارده إن كابتن سامي يمكن نظم ضغط النادي الأهلي النهاردة شوية، وعمل أريحية للفريق ولجماعية الفريق، ريحته في الجانب الدفاعي. شفنا مباراة الزمالك، النادي الأهلي نازل من أول دقيقة ضاغط 45 دقيقة طول المباراة، أثرت معاه الشوط الثاني. النهاردة النادي الأهلي ضغط في أول هجمة، وبعد كده بقى يضغط في الكرات الثابتة فقط. عشان يحرم بيراميدز من أنه يطلع بالكرة. غير كده كان النادي الاهلي بيرتد، بيلعب في اوقات كتير 4-5-1، في اوقات كتير في اوقات نهايه المباراه كان في 6-3-1. حرم بيراميدز من الاختراق، من انه يعمل حاجه. بيراميدز كان فرحان بالاستحواذ، فرحان انه بينقل الكوره بشكل جيد، ولكن دون فاعليه. يمكن هجمات قليله جدا الشوط الاولاني. الشوط الثاني النادي الاهلي كان اخطر، رغم ان الاستحواذ ده بيراميدز والكوره في رجل بيراميدز كبيره، لكن الخطوره كانت النادي الاهلي الشوط الثاني. يمكن ما تفتكرش ان بيراميدز تقريبا كوره كانت مؤثره جدا زي كوره فخر الدين بيوسف الوحيده الشوط الثاني. كانت خطا في الباص، اتلعبت مره واحده فخر الدين يوسف. الطبيعي انه كفيرويد ولاعيب كبير يدوس على الكوره ويحطها تحت رجليه ويكمل لعبها مره واحده. انا المباراه ادتني انطباع ان فريق بيراميدز النهارده فاقد اللياقه البدنيه، واضح في التركيز، واضح على الشيب بتاع اللعيبه نفسه. يعني ايه فاقد اللياقه البدنيه؟ يعني اللعيبه مش جاهزه بدنيا. بس بيراميدز مش مرهق يعني بغض على مستوى النظر. المباريات انا فاهم، انا بوضح، انا فاهم كلام حضرتك كويس. لا هو مش مرهق يعني، ولكن مش ما عندوش ضغط مباريات، ولكن جاهزيه لعيبته واضح. لا مش كويسين طبعا. واضح في التركيز. اول حاجه بيبان في لعيبه التركيز، كم الباصات الطويله الغير متقنه، كم الباصات اللي مش في وقتها، كم البطء في التمرير، البطء في التحرك. ما كل ده بيديه مؤشر ان اللعيب مش جاهز. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال واضح، وهنرجع للامور الفنيه. حضرتك اشتغلت في بيراميدز، فاهم التفاصيل، واحد من اهم الفرق اللي في مصر اللي عملت حاله كده خلتنا نشوف فريق ثالث مع الاهلي والزمالك بيعمل منافسه، والنهارده تحب تشوف مباراه الاهلي وبيراميدز قبل ما تبدا، تشوف مباراه الزمالك وبيراميدز قبل، تحب تشوف مباراه بيراميدز بشكل عام طبعا، عشان الاسماء الكبيره اللي موجوده في الفريق. بس حتى هذه اللحظه احنا بنتكلم في 3 او 4 سنين، بيراميدز حتى هذه اللحظه هو طول الوقت احنا متوسمين فيه خير انه ينافس على او ياخد بطوله، ما بيحصلش. النهارده ممكن تبعد عن في الدوري، بس قريب جدا من الكاس، ففرصتك يعني. انا فاهم انه حافز الاهلي دايما انه ياخد كل البطولات، بس انا افهم ان بيراميدز دي بقى فرصه، انا قريب جدا من الكاس، هيكسب الاهلي النهارده ممكن اتخطى بتجدد فرق الامكانيات، هبقى في النهايه ممكن اكسب كاس. تمام. ايه مشكله بيراميدز؟ دايما لغز، دايما عدم استفهام. انت النهارده لو انت بتتفرج على بيراميدز حسيت ان الفرقه او المدرب بيلعبوا مباراه في كاس مصر؟ لا، ولا رد فعل كمان بعد الهدف، ولا رد فعل، حماس وروح حتى في يعني. هو رد الفعل بعد الهدف اللي جابوه بيراميدز، انا حسيت ان خلاص بس المباراه كانت خلصت، الحكم كده كده هيصفر. غير كده بيراميدز مش موجود شخصيه في المباراه تقول ان انا عاوز اكسب. صحيح. ان انا مغلوب واحد والمباراه دي انا مش بثلاث نقط، انا هخسر فهخرج من مش هكمل.
انا حسيت ان دي مباراه في الدوري العام وبتتلعب باريحيه كبيره جدا ومفيش مشكله والخساره مقبوله وانا يهمني الاستحواذ ويهمني الاداء ما حسيتش ان الفرقه عندها العزيمه والاصرار والرغبه القويه في انها تتخطى النادي الاهلي النهارده. وكانه الفريق ما كانش متاخر بهدف. وكان الفريق بيلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه بنفس النمطيه بنفس الريتم بنفس الوضوح بنفس وضوح اللعب. يعني حلوه الجمله دي يا كابتن احمد وضح وضوح اللعب اللي هو كل حاجه باينه انت بتعمل ايه. ان انا يعني النادي الاهلي متراجع وانا بستحوذ، عبد الله سعيد هو الوحيد اللي بينزل عشان يحل اللغز، عبد الله سعيد على قد ما بيقدر بيحاول ولكن الكوره غير عبد الله سعيد بتروح بتتقطع في لخبطه في الحته اللي قدام كبيره جدا جدا جدا. انا لما يكون عندي لعيبه بشخصيات معروف خطورتها زي رمضان صبحي شخصيته ومعروف خطورته في الحته الشمال انا طول الوقت لما العبه في العمق او بلعبه الناحيه اليمين خسران اصلا يعني خسران لاعب مهم فانا خسران لاعب مهم خسران جبهه مهمه واحد زي فخر الدين بن يوسف انا بادئ بيه ناحيه اليمين ولعب فترات طويله ناحيه اليمين انا طب رغم ان واضح ان الولد الصغير وسامي مركز على الحته دي وقافل في الحته دي ما هيجمش وحاطط كوكا في الحته دي فقافل الجبهه دي انت كمان مش قادر توصل من 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 من, من الاجناب. اسلام عيسى خطورته برضو على الطرف انا مصمم ان انا العبه في العمق. ان بيراميدز النهارده بيلعب من غير خط من غير هجوم فانا هوصل ازاي للمرمى في نفس الوقت النادي الاهلي متكتل وقافل المساحات. انا شايف ان مشكله بيراميدز ان تغيير الادارات الفنيه بشكل كبير. الفرق دي لما بتتكون بالقدرات الماديه دي لازم يبقى عندي هدف طويل المدى واصبر عليه واشتغل عليه، انما ما ينفعش اجيب مدرب كل شويه واداره فنيه كل شويه واتعامل معاها بالقطعه وبالمباراه وبالموسم والنص موسم. انا فرقه اتكونت وعندي اهداف كبيره وبتطلع ان انا اخد بطولات وبجيب اللعيبه اللي كسبانه بطولات قبل كده. خلاص انا هقول ان انا بعد سنتين هكسب بطوله واشتغل على الشق ده، انما اللي بيحصل اعتقد صعب جدا. سؤال فني جدا. تكوين فريق بيراميدز هو تكوين سليم؟ يعني انت لو بتكون فريق كلاعبين تمام دلوقتي المشاهد او المشجع يقول لك طبعا عندهم اعظم لعيبه واكبر لعيبه واكثر لعيبه عندها خبرات تمام، بس التكوين نفسه الكيمستري الاسماء الكبيره اللي عندها خبرات والاسماء الصغيره والاسماء اللي عندها حافز انها تكسب، هل التكوين بتاع الفرقه سليم؟ اكيد في جزء مش سليم لان مش طول الوقت انا بجيب في كل المراكز عناصر عندها خبرات وعندها صف اول وكلهم صف اول وفي نفس الوقت هو عنده تشبع يعني عنده تشبع من البطولات وعنده تشبع مادي صحيح. فانا الرغبه اللي انا هخلقها له هخلقها له ازاي؟ صحيح. انا كاداره خاصه ان مفيش جمهور كمان يعني مفيش يعني يمكن الجمهور هو العامل الضغط الاساسي للعيب صحيح. لما تكون المنظومه والتشبع المادي والتشبع من البطولات ده موجود هل الاداره قادره تخلق طموح جديد للعيبه دي؟ حوافز تخلق حوافز جديده للعيبه دي؟ هل اللعيبه نفسها عندها الرغبه والحافز انه يصنع حاجه في المكان ده ولا لا؟ انا ده شايفه مش موجود يعني على المستوى الشخصي انا شايفه مش موجود. النادي بيراميدز عنده لعيبه كتير جدا كويسه ونجوم ولكن كان لازم تطعمهم بلعيبه عندها رغبه عندها روح اكتر عندها عاوزه تعمل اساس ورصيد يتبني عليه الفتره لقدام. صحيح. ده اللي مش موجود في حتى اللعيب الافريقي اللي بيجيبه من انديه ولعب بره في انديه ممكن عنده برضه تشبع وبياخد ارقام كبيره جدا جدا فهنا بيجي في مرحله بالنسبه له متاخره شويه هو مهما عمل هياخد ايه او هيعمل ايه. مظبوط. دي مشكله بيراميدز في الفتره الحاليه لازم عنده لعيبه كويسه ولكن لازم وجود لعيبه صغيره لعيبه عندها طموح اكتر من كده تستفاد من اللعيبه الخبرات اللي موجوده بوجودها في الملعب بانها تنقلها في حته تانيه.